بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أن فرغنا من الكلام على هذه الآيات من قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إلى قوله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا، نريد أن نأخذ منها ما تيسر من الأحكام. فيؤخذ منها إثبات الإرادة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هذه لا بد من وقوعها، إن الله يفعل ما يريد، ومثل قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأما الإرادة الشرعية فهي مثل المذكورة في هذه الآية، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة شرعية دينية. وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما نحتاج إليه من الأحكام الشرعية، فلا نحتاج مع ما بينه لنا أن نأخذ من أنظمة البشر وأقوال البشر، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا بتشريعه لنا، وهو الكفيل بمصالحنا في الدنيا والآخرة. وأما أنظمة البشر وقوانين البشر فإنها شر، تدخلها الأهوى ويدخلها القصور ويدخلها الظلم ويدخلها آفات كثيرة. فالله أغنانا جل وعلا بشرعه من أن نحتاج إلى نظام بشري. ويؤخذ منها أيضا أن الآراء والاجتهادات، وإن كانت اجتهادات سائغة ومطلوبة، إلا أنها إذا خالفت ما بينه الله جل وعلا فإنه لا يرجع إليها، وإنما العبرة بما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك من باب أولى إحداث عبادات لم تكن في شرع الله سبحانه وتعالى فإنها مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فلم يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فنرجع إلى ما بينه الله جل وعلا وشرعه لنا، ولا نحدث آراء واجتهادات من عندنا مخالفة لما بينه الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية الاقتداء بالأنبياء والصالحين وأهل العلم والرجوع إليهم، لقوله تعالى ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فيجب على آخر هذه الأمة أن يقتدوا بسلفها وأن يتبعوا نهج سلفها، كما قال تعالى والسابقون الأولون
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالله جل وعلا شرع لنا الاقتداء بالأنبياء والاقتداء بالصالحين وأهل العلم والرجوع إليهم، لأنهم على الصواب وعلى الحق بإذن الله عز وجل. الله جل وعلا قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وفي ضمن ذلك النهي عن الاقتداء بمن خالف هدي الأنبياء، فمن خالف هدي الأنبياء من دعاة الضلال فإنه يجب الحذر منهم وتجنب دعوتهم، لأنهم يدعون إلى ضلالة لا إلى هداية. أما من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء فإنه يكون محل القدوة. يؤخذ من هذه الآيات محبة الله للتوبة على عباده، وفي ضمن ذلك حثهم على أن يتوبوا إليه. فالله جل وعلا حثهم على التوبة وأمرهم بها، لأنه يحب أن يتوب عليهم ويكره أن يعذبهم، إلا إذا لم يستجيبوا له سبحانه وتعالى، فإنهم حينئذ قد جروا على أنفسهم الشر ورضوا به وأعرضوا عما أراده الله لهم من التوبة والهداية وقبول الحق. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية التوبة والمبادرة بها، فالإنسان محل الخطأ ومحل الزلل ومحل النقص، فعليه إذا وقع في خطأ أو باء في ضلالة عليه أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، فإذا تاب الله عليه. وتوبة الله على عباده عوده عليهم سبحانه بالخير والثواب، وتوبة العباد إلى ربهم رجوعهم عن معصيته إلى طاعته. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله تعالى بالعلم والحكمة في جميع أفعاله سبحانه وتعالى وفي جميع تشريعاته، فإنها كلها مبنية على العلم والحكمة، فليس فيها شيء خارج عن هذا الأصل، فلا يعتريها نقص ولا يعتريها خطأ، لأنها تنزيل من حكيم حميد، خلاف أحكام العباد فإنها عرضة للخطأ عرضة للنقص، فيجب الثقة بأحكام الله عز وجل والتمسك بها. ويجب أيضا اتهام الآراء والاجتهادات وعدم تزكية النفس، وأن الإنسان يتحرى الحق بدليله، وأن يرجع إلى الصواب إذا أخطأ، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويؤخذ من هذه الآية الفرق بين ما يريده الله لعباده وما يريده لهم أهل الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.